سيد محمد، اليوم إيران تتكلم بالفم المليان وتوجه التهديدات لأمريكا وتضع شروط أيضا لعودة المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة. يعني هل هناك ما يخيف الولايات المتحدة وما يجعل إيران يعني تتحدث من منطق قوي؟ والله هو المشكلة الأساسية اللي حصلت خروج الولايات المتحدة الأمريكية بدون التشاور مع حتى الحلفاء الأوروبيين من الاتفاق النووي. إيران بعدها كانت متوقعة أن الأوروبيين هيستمروا في الاتفاق النووي، وبالفعل الأوروبيين يعني قالوا أن هم مستمرين في الاتفاق النووي رغم خروج الولايات المتحدة الأمريكية. الأوروبيين لم يوفوا بتعهداتهم باستمرار استيراد النفط الإيراني. فيعني إيران الحقيقة في موقف حرج جدا، محاصرة عسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب نفسه عليه ضغوط كبيرة جدا من أعضاء الإدارة بتاعته اللي هم من الصقور معظمهم، زي مثلا جون بولتون اللي دايما بيؤكد على الحل العسكري مع إيران. نتنياهو بيضغط على الرئيس ترامب. فالحقيقة الرئيس ترامب بيحاول ان هو يتفادى الحرب عشان عنده انتخابات في 2020، فمش مصلحته الحقيقة إثارة حرب، لكن في نفس الوقت هو ملتزم بعدم حصول إيران على أسلحة نووية. فالموقف الحقيقة مرتبك جدا ومعقد جدا، وأخشى ما أخشى أن تصرفات إيران برضو المتهورة من الجهة الأخرى ممكن تؤدي لمواجهة عسكرية شاملة. نعم. طيب هناك من يقول أن الولايات المتحدة يعني فرحة بما يحدث الآن من التوتر إيراني أمريكي، وهي هذا ما تريده بنهب الأموال العربية بهذه الطريقة بحيث أن تكون إيران هي البعبع للدول العربية. هل توافق هذا الرأي؟ أعتقد أن ذا الكلام ده صحيح لحد كبير جدا، لأن مش من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تتخلص من إيران تماما، لأن هتخسر صفقات الأسلحة الضخمة اللي بتباع يعني بسبب البعبع الإيراني لمنطقة الخليج مليارات المليارات. رئيس ترامب قال أن الصفقات دي بتعمل أكثر من 1,000,000 وظيفة للشعب الأمريكي، فبالنسبة لها خسارة كبيرة جدا. لكن في نفس الوقت هم عايزين يقلموا أظافر إيران، يحرموا إيران مش بس من الأسلحة النووية، لا من الأسلحة من الصواريخ البالستية اللي ممكن تهدد إسرائيل بسبب مداها الطويل. فهي المعادلة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني عايزة تستخدم إيران لبيع الأسلحة، لكن في نفس الوقت عايزة تمنعها من الحصول على الأسلحة المتقدمة. طيب اليوم هناك تصريح لوزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بأنه يعني لا مانع من التفاوض مع أمريكا في حال وافق الخامنئي المرشد الأعلى لإيران. ما دلالات هذه الشروط برأيك؟ الحقيقة ده كلام متناقض تماما مع كل التصريحاتهم اللي قالوا قبل كده، أنهم رافضين تماما التفاوض مع أمريكا وأن أمريكا هي الشيطان الأكبر. فالحقيقة شايف أنه تخبط كبير جدا في السياسة الإيرانية، وده يمكن يكون نتيجة للحصار العسكري الأمريكي الموجود عليهم حاليا.